الخير أعزائي المشاهدين، اليوم نحن على شط البحر موقع صخري، عم نحاول نصيد المواسطة. بعد شوي صغيرة المواسطة، البحر كتير رايق. رح نجرب كذا طريقة مختلفة اليوم. هنبلش بأول شغلة، لأن هون هذا الموديل اللي شايفينه شبك صغير مش كتير كبير، يعني يطلع تقريبا نص متر مربع. أنا شايله من شبكة صيادين وربطته بهالشريط. إذا فينا نحط فيه عجين، شوية عجين فينا ما نحط فيه إذا بدنا، نربطه بخيط القصبة عادي أو بقصبة المولينات أو بالقصبة العادية قدامنا على الصخر. إذا بدي استعمل قصبة المولينات بدي اضطر إني كبها شوي لبعيد، حط لها فواشة إذا بدي استهدف السمك اللي بيفوش على وجه الماء مثل البوري مثل غيره كثير من الأسماك. إذا بدي استهدف الأسماك المتوسط الغمق بتركها بلا فواشة، بصير نزلها أنا عاد ما بدي إذا قريب من الصخر. إذا عنا إحنا عجينة فيني حط العجينة كذا محل، هلا حنشوف كيف بنوزعها. حطيت العجينة أنا هون ثلاث محلات بنص الشبك تقريبا. هلا ححط لهم شوي صغيرة على الحديدة هون ليضلوا السمكات مجمعين. أكيد فيني عبيها قد ما بدي. وهلا حنزلها بالماي. السمكة دغري هاجموا. هلا السمكة صغيرة مش رح تعلق بالشبك، رح تعلق السمكة الكبيرة شوي. بدي حطها وطول بالي شوي لنشوف النتيجة ما بعد. هيدي بتاخد وقت، يعني بنزلها وبخليها. تلاحظ انه العجينات خلصوا، هني مبينين علي بس على الكاميرا مش مبينين. بنطر حتى احس انه في فرخ علق بالشبك وبلش يشد وبشيلها. مثل ما شايفين طلعنا فرخ حجمه وسط. هلا بعد في شوية عجين فينا نشيل الفرخ نرجع نحط لها عجين ونردها. صيد كتير سهل، بدنا بس يكون في سمك وكل انسان بيكره زقته. لاحظوا بضربة واحدة لكل كمية. وهذه تاني ضربة. من أول سمكات لحن هون هي أول كمية. هذه التاني. هلا صار فيني اعمل غير شغله، فيني احطها بالماي، نزلها بالماي عملها. فيني لقي القصبة هون حد مني الصخر، لقي القصبة لحالها هلا عملها بتصيد على ريحتها. انا بجرب شي تاني. عنا هون قصبة كاستينج